السلام عليكم، هلا فيكم في فيديو جديد او في تسريبات جديده. راح نتكلم معاكم عن تسريبات الايفون الجديد ويمكن برضو الايباد الجديد لل5G اللي بيكون فيهم. ابل قبل فتره صافت مع كوالكوم وتكنسلت من انتل لان كانت في مشاكل في انتل في الانتان حق انتل الجديده اللي بتنزل حق ال5G، وابل شرت القطاع كامل حق انتل ال5G وتصافت مع كوالكوم. فمن كذا طلعت تسريبات انه خلاص الايفون الجديد اللي بينزل والايباد برضو الجديد اللي بينزل راح يكون فيه 5G، وابل تقدر تاخذ براءات اختراع كوالكوم وتقدر تشتغل على اللي وصلت لانتل في ال5G، تقدر تاخذهم اثنينهم. لكن التسريبات الجديده اللي نزلت الحين ان ابل ما راح تاخذ معالج كوالكوم حق الانتان لاقط ال5G تنزل عندها. فالتسريب الجديد ان ابل راح تشتغل هي بالحاله على انتانة خاصه فيها وبتخلي كوالكوم زي الباك اب، او ان اذا ما توصلت لحق حل راح تاخذ براءات اختراع من كوالكوم. فهذا الفيديو كله الايفون الجديد راح ينزل بانتانا من شركة ابل او لقط شبكة من شركة ابل لل5G، والايباد برضو الجديد راح يكون ال5G من ابل. ونشوف قدام ابل هل بتوصل حق ال5G ولا بتاخذ مال كوالكوم، ما ندري. فنهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم. والسلام عليكم.